بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. معانا فضيله الشيخ اشرف الفيل وهنكمل معاه سلسله الاوامر القرانيه. القران الكريم جاء لينظم المعاملات بين الناس الى جانب طبعا احكام الصلاه واحكام الزكاه واحكام الميراث وكذا، لكن المعاملات بين الناس مهمه جدا، وربنا سبحانه وتعالى نظم حتى يعني انا لو نازله اروح ازور اختي نظمها لي. فالناس الحقيقه سايبين في حاجات كتير مهمه قوي في العلاقات الانسانيه لو مشينا عليها هنرتاح. واحده تروح لسلفتها ولا لاختها ولا كما استقبلتنيش كويس وتحصل مشاكل عشان انت ما التزمتيش بالنص القراني. فضلت الشيخ اشرف الفيل، ازاي حضرتك؟ وفكره الاستئناس والاستئذان قبل الذهاب للزيارات حتى دي ذكرت في القرآن الكريم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذان أمران، الأمر الأول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تعملوا حاجات، تستأنسوا وتسلموا. يبقى هنعمل حاجتين. تستأنسوا دي مش تستأذنوا، يعني ايه تستأذنوا؟ القرآن الكريم يؤكد على ان مسألة الاستئذان مسألة في الأصل أساسية في الذهن. لا يمكن أبدا حد يروح عند حد ويفتح عليه الباب ويدخل. طبيعي، لأن دي طبيعة البني آدمين. إنما طبيعة غير البني آدمين هو اللي بينطح ويدخل. فما فيش حاجة اسمها حد هيفتح باب على حد إلا بالاستئذان، ده الطبيعي. فالقرآن لو اتكلم وقال حتى تستأذنوا، يبقى الكلام ده كأنه بيحط من قدر الإنسان، كأن القرآن بيقلل من قدرك. أنت إنسان، أنت المفروض بعاقل بتفهم، فهو مش بيتعامل معاك على أن أنت كذا، لا، هو بيتعامل معاك أنك إنسان. فالقرآن بيتكلم بالطريقة دي، فبيعاملنا بالحكاية دي. فبيقول إيه؟ طبعا بعض العلماء في المفسرين قعدوا يقولوا أكثرهم أن الاستئناس والاستئذان، طبعا لا، يعني هذا رأيي ورأي فريق معي من أهل العلم. أن الاستئناس ليس هو الاستئذان. الاستئذان هو طلب الإذن، أنك تطلب الإذن. إنما الاستئناس هو أن تستأنس وتؤنس غيرك. بمعنى يعني تمام. أنا دلوقتي داخل البيت رايح عند أختي دعاء، خلاص كده. فالمفروض أني قد يكون عندها ضيوف، قد يكون عندها صاحبتها، قد يكون عندها كذا، وهي أختي وشقيقة، فقد يكون عندها أحد. فمطلوب الاستئناس، لازم أنا في الأول أطرق الباب، خلاص، اللي هو اسمه الاستئذان، ده الطبيعي. بعد كده اقول انا فلان بتسميه الاسم، ولا اقف في مواجهه الباب. ما ممكن تفتحي لي الباب؟ ايوه. انت فاكشف الدنيا، تكشف الناس اللي قاعده اللي هم مش اخواتي. فهذا فيبقى الا يقف الانسان في مواجهه الباب، وان يرد باسمه، يعني يقول انا فلان. ليه؟ عشان اللي جوه يستأنس، دي اختك فعرفت ان انت فلان. طب دي مش اختك، واحده مش من محارمك، فمرات اخوك او كذا، فعرفت ان انت فلان، فخلاص يبقى حتى تتحجب لذلك وتعمل. يبقى حصل نوعين من الامر، استئناس ليا انا، ان انا اتاكدت اختي ردت عليا من جوه، ولا مرات اخويا، ولا حد جوه، ناس جوه، فانا استأنست ان البيت مش فاضي، وهم استأنسوا ان اللي جاي واحد مننا، مش واحد غريب او واحد كذا او واحد مش معروف لدينا او كلام من هذا. فعشان كده القرآن قال بلاش نقطع على الناس خلوتها. فلما تحب تقطع وانت مجبر على قطع هذه الخلوة بتاعت الناس، اعملها بطريقة الاستئناس. يعني كأنك بتونسهم، فيها رقة كده، حاسة ان الموضوع فيه رقة. حضرتك بتتكلم على الرجل والمرأة، انما كمان انا احنا عندنا مشاكل، نص المشاكل وحاجة بتجيلك في بيوت العيلة، انه مثلا الحما او اخت الزوج او كده، ده بيتها، ده بيت اخوها، ده بيتها، فتدخل على مرات اخوها عادي، او العكس، او يعني الحما او الام بقى ده بيتها، ده بيت ولادها، فتدخل ومعاها المفاتيح، فتدخل في اي وقت، فتعمل، والمشاكل بتيجي من هنا. فحضرتك بتتكلم على فكره اصلا هتتحجب، اصلا انا مش من محارمها. احنا بنتكلم، طب ستات وستات، هل ينطبق عليهم نفس الامر؟ هذا الامر منطبق على الجميع، لان الله قال يا ايها الذين امنوا. كل بقى اهل الايمان، ما فيش فرق بقى، ما قالش يا محارم ولا غير محارم ولا كده،
مفيش، لان في ايه تانية هتيجي هيتكلم بقى على الاستئذان في الاوقات الثلاثه اللي هو بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العشاء، لسه مش في موضوع النهارده، بس لسه في ان في استئذان للاطفال الذين لم يبلغوا الحلم. يعني الاطفال الذين يعني لسه ما وصلش 15 سنه بيقول له لا ما تخشش على امك ولا على ابوك او راجل لراجل او على امك اهي بنت لبنت او انثى لانثى، ما تخشش الا بالاستئذان، واذا بلغ الاطفال الحلم منكم الحلم فليستاذنوا. هنا بقى ما قالش فليستانسوا لان ده مكانك، وقال فليستاذنوا لان دول اطفال فما عندهمش الادراك الواعي الكبير. فعبر عنه بالطريقه دي فقال فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. يبقى الابن لما يدخل على امه او يدخل على ابوه لابد من الاستئذان. ولذلك لما الراجل حتى تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني انا هستاذن على امي، ده امي اللي ولداني بالتعبيرات الدارجه بتاعتنا. قال اتحب ان ترى عريانه؟ طب انت تحب تشوف امك عريانه يعني؟ ده شوف شوف